نبينا عليه الصلاة والسلام وحي إلى هبين وحي من ملك جبريل ميكائيل مركز إكحية مركز صعني أيام وحي أني ويري على مثل التنور بهاش أن تنار كلي يراد مفضل الجدوة أو كلا أيام ماله جد أو سيدا صعون بدوي وين فإذا فيه لغط وأصوات وحماشي كد حيارة هيو النبي عليه الصلاة والسلام هو يعظم كد حبحاية قيل كد حيارس فاطلعنا فيه قد كيبان في رني فإذا فيه رجال ونساء عراه وحاكب حقه كتشر هالكاس رقي الضمر قاقاون وحبا قبين أي هالكا كتشر وإذا فيه وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم هلع يا وحو إيمانا يا هستو دا يا وحاك صبحها يا هلع فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو هدي هلع عاسي سوغير أصوك صبحها يا وي قيل الداميان أو وي عبادة قلت من هؤلاء يا جبريل وحايري ملك جبريل أو دات كان سات اللو عذاب أيو أو بهشان كتشرة أو رقي الدمر قاوانا وهلع لك هيا وقبنا هيا وعبادة هيا محيهين مركا سويري هم الزنا والزواني ورقي زانيين تاها هي الدمر كي زانيات كاها وزيني زنا يويان السلاس أي إلهي عقاب تاس أي مصيري نبينا عليه الصلاة والسلام وحير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خوفك الزاني قاهي مزني يستو أصغر مؤمنة إيمان كايا لغسيبة خوفك مؤمن كا حلق إيمان كاس وقلبك سنورنا هيا مزني سنين مرك إيمان كاللغزي بأيوح وقلنا عيا زيني